هرجع بيكم الى المتابعات في ملفات مهمة بالنسبة لنا. فاكرين 21 قرار اللي طلعهم المجلس الاعلى للاستثمار في الاجتماع اللي عمله الرئيس ونتناقشنا فيهم، وكان الكلام ده من حوالي شهرين او 3 أشهر تقريبا. الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس المجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه الاول واصدر 21 قرار علشان تسهل عمل المستثمرين او تدفع في قطاع الاستثمار، وكان دول قرارات الحقيقة كل الجهات المعنية بيهم استقبلتهم بترحاب شديد جدا. انبسطوا قوي ان الرئيس او المجلس خرج بهذه القرارات اللي كانوا طالبينها المستثمرين. الى هنا احنا اخدناه ورحنا حتى ناقشناه، لان كان اياميها كان بادئ الحوار الوطني وكان بادئ المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وكان هناك تعليق اثناء مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ان الحمد لله ان في 21 قرار دول طلعوا، وهناك الكثير من مش هقول القرارات ولكن على الاقل الكثير من المقترحات الاخرى التي تم تقديمها. ولكن نرجع لل 21 قرار دول، عايز اقول لكم ان رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار. النهارده عمل اجتماع كل من محافظ البنك المركزي والمستشار عمر مروان انا اسف، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط، والدكتور محمد معيط، والدكتور عمرو طلعت، كل المجموعه الوزاريه اللي لها علاقه بالاستثمارات والمستثمرين في مصر علشان يتابع تنفيذ هذه الإجراءات. وأكد أن متابعة الموقف التنفيذي للقرارات اللي تمت ونشوف نفذنا منها إيه، وأن الهدف هو تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين علشان تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. عايز أقول لكم لو استمرنا في الاهتمام بالمستثمر هنستطيع أن احنا نعدل عجلة الاقتصاد وان احنا نزود الانتاج. وخدوا بالكم انتوا النهاردة والمجتمع كله بدأ يشعر باهمية كل مستثمر. والله لو مستثمر ب10,000 جنيه او 10 مليار دولار، ده مهم وده مهم، وده عنده مشاكل لازم الدولة تنظر ان هي تساعده فيها ايه، لابو 10,000 جنيه ده، وابو 10 مليار دولار عنده مشاكل ايضا في 100 دولة تانية عايزة تخطفه منك، وانت لازم تقدم له علشان نشغل الاقتصاد المصري.